أعزائي المشاهدين، نتحدث إليكم عن علم كبير من أعلام العراق في القرن الثالث للهجرة، ذلك هو العالم الطبيب الكبير يحيى أو يوحنا بن ماسويه، طبيب الخلفاء والرائد الأول للكتابة في كثير من الموضوعات الطبية التي لم يسبقه إليها أحد من قبل في الكتابة عنها. يحيى بن ماسويه هذا هو ابن طبيب سابق عليه، كان يقيم ويمارس الطب في أشهر مستشفى في الشرق القديم وهو مستشفى جندي سابور، وكان يعمل صيدلانيا، والصيدلاني في ذلك العصر يسمى دقاق، دقاق الأدوية، يعني يقوم باستحضار الأدوية. بهذه المهنة المهمة للطب تماما، عمل دقاقا للأدوية وكانت له معرفة بشؤون الأدوية وبشؤون المداوات، وقدم إلى بغداد وهو في الخمسين من عمره، حيث استقر فيها، وكانت بغداد عاصمة الدنيا الإسلامية في مجال العلوم. ترك جندي سابور وجاء إلى بغداد، وفي بغداد تتلمذ أو التقى وأخذ عن عالم مشهور وهو جبرائيل بن بخت يشوع، وتزوج من جارية رآها في لدى هذا الطبيب جبرائيل بن بخت يشوع، وأنجب ولدين، أحدهما هو يحيى أو يوحنا بن ماسوي. هذه قصة أسرة يحيى بن ماسوي. أما بعد ذلك فواضح أن هذا الصبي الصغير يحيى بن ماسويه وجد فرصة لأن يتعلم الطب على يد جبرائيل بن بخت يشوع، فنبه، وكان جبرائيل يكتشف فيه حبه للعلم ورغبته في دراسة الطب، فرعاه بل واستقدم له المدرسين لكي يدرسوه، فنبه ونبغ خلال وقت قصير حتى بلغت سمعته العلمية الخليفة الرشيد، فاستقدمه إليه وعلى رواية، وإن لم يكن هذا في عصر الرشيد فبالتأكيد في عصر ابنه المأمون. في عصر المأمون أصبح يوحنا بن ماسويه طبيبا مشهورا ومقربا من الخلافة، من الخلافة العباسية، حتى أنه أن المأمون ولاه الإشراف على أهم مؤسسة علمية في الدولة العباسية في ذلك العصر وهي بيت الحكمة. بيت الحكمة كانت المؤسسة المعنية باستقدام الكتب المخطوطة مما ألفته الأمم المختلفة بلغات مختلفة، وفي هذه المؤسسة تتم ترجمتها إلى العربية، وتتم يعني عملية شرحها وتوضيحها والتعليق عليها وغير ذلك. كانت هذه المؤسسة معنية إذن بالعلم أيا كانت مصادره، وصار يحيى بن ماسويه مشرفا على هذه المؤسسة التي كان الخلفاء يستقدمون إليها الكتب. ومن يعني من أثناء الحروب التي كانوا يخوضونها مع البيزنطيين أو من خلال استبدالها مع بنفائس أخرى، ويعني استبدالها وجلبها إلى هذه المؤسسة حيث تجري العملية التي تحدثنا عنها، برزت مواهب يحيى بن ماسويه في علاجاته للخلفاء، وهو قد تولى مهمة الرعاية الطبية لعدد من الخلفاء، يعني المأمون ومن تلاه حتى المتوكل، لفترة طويلة كان هو يتولى الإشراف على حتى على مأكلهم،
يعني بلغ الأمر بالخليفة الواثق أنه لم يكن يتناول الطعام إلا وابن ما سويه موجود عنده. يقول له كل هذا أو لا تأكل ذاك بما يلائم صحته في ذلك اليوم. كان ابن ما سويه حقيقة يعني موضع ثقة الخلفاء، مع أنه كان الرجل مسيحيا نسطوريا، ولكن لم يتردد الخلفاء في تقريبه منهم، بل ومن يعني منحه الثقة الكاملة في يعني هم وأسرهم أيضا كانوا يعني يعتمدون على آرائه وعلى علاجاته على نحو مطلق. بل كان ابن ما سويه فيه شيء من الحدة في الطبع، فتحمل أولئك الخلفاء ومن معهم من أسرهم ووزرائهم وكبار الموظفين تحملوا شدة أو حدة طبعه. ومؤرخو سيرته يذكرون لنا نماذج على ألفاظ كانت تصدر عنه ربما لا يقبلها أحد في عصره، إلا أن أولئك الخلفاء الكبار كانت صدورهم تتسع لمثل هكذا يعني حدة، فيضحكون أو يتجاوزون عنها. وبالتالي حظي هذا الرجل بمكانة لم يبلغها مقرب من قبل. وحتى أنه حينما توفي أمر المتوكل بتشييعه ودفنه بكل مهابة واحترام، تقديرا لعلمه ولخدماته الطبية لهم ولغيرهم من يعني للخلفاء ولغيرهم من الناس. يحيى بن ما سويه أو يوحنا بن ما سويه كان له تلامذة كلهم كان طبيبا كبيرا، وكان له شأن في مجال العلم. ربما كان من أبرزهم العالم المترجم الطبيب حنين بن إسحاق، وحنين بن إسحاق درس الطب على يديه وتعلم منه الكثير. وحينما يعني برزت مواهبه في دراسة الطب وكانت له آراؤه وأفكاره الصائبة، ضاق به يحيى بن ما سويه. كان يحيى بن ما سويه عصبيا كما نقول اليوم، فيه حدة في المزاج، وهذا ضايقه بكثرة أسئلته والتفاتاته ويعني فطرده من مجلسه. على أي حال يحيى بن ما سويه كان يعني كان الناس يتقبلون منه هذه الحدة، بحيث أن مجلسه وكان مجلسا علميا واجتماعيا أيضا يحضره كثيرون وهم يقصدونه، أما للتعلم عليه يعني الاستفادة من علمه الغزير، وأما للتندر بما كان يحدث في هذا المجلس من هذا السلوك أو ذاك من هذه الكلمة أو تلك. كان ابن ما سويه يجمع بين الجد والهزل، كان عالما وطبيبا عظيما، ولكنه كان يخفي حدة طبعه بالنكتة، وبالتالي تحدث الناس بنكاته وبطرائفه كما تحدثوا عن علمه ومهارته في اختصاصه. ألف مجموعة من المؤلفات، كل مؤلف منها عنوانه يدل على ريادته في بابه. لا ننسى أنه هو كان يؤلف ويبحث في عهد مبكر من عهود العلم في الدولة الإسلامية، يعني في القرن الثاني والثالث للهجرة، يكتب كتابا عن المرة السوداء، يكتب كتابا كاملا عن الصداع أسبابه وعلاجاته وأدويته، يكتب كتابا كاملا في التشريح. وبالمناسبة كان هو الرائد الأول في علم التشريح، لأن مسألة التشريح كانت تواجه بكثير من الحذر وكانت مكروهة من قبل الكثيرين، لأن الذي يعني يشرح الجثث كان يعني يوصف بأنه يمثل بتلك الجثث، كان ثمة موقف ديني من قضية التشريح، واضطر هو لأن يربي القردة في أقفاص في بيته
ليقوم بتشريحها وتثبيت الملاحظات المهمة التشريحية، لأنه وجد تشابها بين جسد الإنسان وجسد القرد، فاستخرج وتوصل إلى معلومات مهمة تعد رائدة وأساسية في علم التشريح. أيضا كتب يعني رسائل في موضوعات مختلفة، في موضوعات الأغذية، ليس الأدوية المستخرجة من النبات، ولكن في طبيعة ما يتناوله المريض من أغذية، من الفواكه، من البقوليات إلى غير ذلك. هذا موضوع حقيقة مهم، يعني العلاج بالغذاء قبل الدواء، كان هو مهتما في هذا، وكان يعالج مرضاه في أحيان متنوعة بالغذاء، فكتب كتابا مهما في الأغذية. أيضا كتب كتابا في يعني في العين، في بعض أمراض العين، يعني مثلا يعني كتب كتابا سماه أو موضوعه هو في الحكة التي تصيب العين، كتب كتابا في مجسة العروق يعني في قياس النبض، كتابا آخر في الصوت والبحة، كتاب في الجنين، في يعني ما يفيد الأطباء في مجال الولادة وغيرها. وأيضا كتاب مهم هو تدبير الأصحاء، يعني ليس تدبير المرضى، تدبير الأصحاء بمعنى يعني الوقاية من المرض قبل علاجه إذا وقع. يعني هذه موضوعات حقيقة كلها كان رائدا فيها، لا ننسى ظهر في عصر مبكر من عصور العلم في المجتمع الإسلامي، وبالتالي كانت موضوعاته هذه رائدة في بابها. كتب كتابا سماه المنجي في التداوي، يعني حذر من الاختلاطات التي تحدث في أثناء التداوي. هذا موضوع مهم من موضوعات الطب، يعني نحن نعرف أن الأدوية أو من الأدوية ما يمكن أن يحدث ضررا في الجسم إذا لم تعرف طريقة تناوله أو اختلاطاته مع أدوية أخرى. هذا الرجل كان سباقا إلى الانتباه إلى هذا الموضوع، فكتب كتابا قائما بذاته في هذا الموضوع. كتب كتابا في امتحان الكحالين. ماذا يقصد بهذا؟ الكحال هو طبيب العيون، ووضع قواعد لامتحان الطبيب العيون، امتحانه يعني كما نقول الآن إدخاله في دورة، وبعد ذلك يمتحن إذا كان جديرا، كان هذا الطبيب جديرا بمعالجة العيون. يعني موضوع العيون كان موضوعا دقيقا، ويمكن أي خطأ من الطبيب أو جهل منه يؤدي إلى فقدان هذا المريض البصر، لذلك هو كان يعني يضع قواعد لامتحان أولئك الأطباء، فحص معرفتهم وخبراتهم قبل أن يؤذن لهم بممارسة طب العيون. هذا الرجل حقيقة كان فلتة تماما، يعني في انتباهاته الكثيرة يعني لجوانب دقيقة من المعرفة الطبية والصحية. من العلوم التي عني بها خارج نطاق المعرفة الطبية موضوعات مختلفة، ربما كان أبرزها علم الأحجار، فكتب كتابا مهما سماه هذا الكتاب الجواهر وصفاتها وفي أي بلد هي وصفة الغواصين والتجار. تناول فيه البحث في أكثر الأحجار الكريمة أهمية في ذلك العصر، وتناول فيه أيضا شؤون مغاصات اللؤلؤ في الخليج العربي وأنواع اللؤلؤ وأقيام هذه الأحجار وأشياء مهمة. وحقيقة يمكن أن نلاحظ في هذا الكتاب أنه لم يتطرق فيه إلى الفوائد الطبية التي تعزى إلى الأحجار الكريمة، كما نجد الآن كثير من الناس يعتقدون أن هذا الحجر يعني يؤدي له فائدة ما. الرجل كان علميا تماما، كتب في الأحجار وفي خصائصها
وصفاتها وفي مواطنها، ولكنه لم يتطرق إلى ما كان ينسب لهذا الحجر أو ذاك من فوائد سحرية مثلا أو روحية، ولم يتطرق إلى ما قيل فيها من الشعر وغير ذلك مما يعني كتب فيه مؤلفون متأخرون في هذا المجال أمثال التيفاشي والبيروني وغيرهم. كان الرجل علميا تماما جادا حتى في اختيار عباراته، عباراته كانت مختصرة موجزة لكنها مليئة بالمعنى. أحصى هذه الأحجار وقدم نموذجا لدراسة هذا الجانب المعرفي المهم، وهو ما أفاد منه الباحثون من بعده، يعني كتب حنين بن إسحاق وكتب آخرون كتبا أفادوا فيها من ما قدمه ابن ماسويه في هذا المجال. وحقيقة يعني من المؤسف أن كثيرا من مؤلفاته فقد، ولكن مع ذلك بقيت من مؤلفاته 35 كتابا، أكثرها في الطب، وقد وجدت أو توزعت في خزائن العالم اليوم في أوروبا وفي العالم الإسلامي، وقليل منها نشر، حقق ونشر، وكنا قد عثرنا وقفنا على كتابه الجواهر وصفاتها في دار الكتب المصرية، وحققناه وصدر في طبعتين، وطبع باحثون فضلاء بعض مؤلفاته، وجميعها مهم في بابه ويفيد في معرفة مدى ما بلغه العلم في الدولة الإسلامية في المجتمعات الإسلامية في ذلك العصر، مع أن الرجل كان مسيحيا لكنه كان محترما ومقربا من الخلفاء لعلمه، وتجاوز ذلك الاختلافات العقائدية تجاوزا تاما، حتى أنه حاز من ثقة الخلفاء ما لم يحزه كثيرون من أمثاله من العلماء. كان جادا في عمله، كان مخلصا في تعلمه، كان رائدا في المجالات التي طرقها من تشريح ومن غيرها، وبالتالي يعني يمكن أن نعد هذا الرجل يحيى بن ماسويه ضمن الرعيل الأول من الأطباء ومن العلماء الذين وضعوا أسس المعرفة الطبية وغير الطبية في تاريخ العلم. من المهم أن لا نترك هذا الحديث إلا أن نعرج على مسألة مهمة في تاريخ في سيرته. كان الرجل جادا وأراد أن يأتي ابنه مثله، يعني أن يكون عالما، وحينما تزوج من هذه الجارية التي اقترن بها وكان قد رآها في بيت جبرائيل بن بخت ديشوع، كانت موصوفة بالجمال الباهر، ولذلك هو أعجب بها، وتوقع أن يأتي ابنه جامعا بين جمال أمه وعقل أبيه وعلمه، فإذا بهذا الولد جاء قبيحا في صورته على أبيه، ويعني غبيا كما وصفه هو، فضاق به حتى أنه اتهم، وطبعا هذا الاتهام مبالغ فيه كثيرا، أنه تعمد أن يفصده 8 مرات متتالية، فأدى هذا إلى وفاة الابن تخلصا منه. طبعا هذه رواية يعني لا يصدقها عاقل، ولكنه ابنه بكل الأحوال، ولكنها تدل على مبلغ اهتمامه بتنشئة ابنه نشأة علمية، وبجديته في كل شؤونه، حتى أنه لم يتصور أنه يمكن يكون له ابن يعني غير عالم أو غير مستعد لتلقي العلم. أعزائي المشاهدين، إلى حديث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.